قال الحرس الثوري الإيراني إن من وصفهم بالأعداء يقفون وراء الجزء الأكبر من تمويل الشغب الذي شهدته البلاد عقب رفع أسعار الوقود في إشارة إلى المظاهرات الاحتجاجية في عدد من المدن الإيرانية. إلى ذلك أفادت مواقع إيرانية معارضة بعودة خدمة الإنترنت تدريجياً إلى عدد من المحافظات وبعض مناطق طهران، في وقت قالت شبكة نت بلوكس لمراقبة الإنترنت إن معدلات الوصول إلى الإنترنت في إيران لا تتعدى 8%. من جهة أخرى، حث الاتحاد الأوروبي إيران على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، وفي وقت تحدث فيه اتحاد الطلاب الإيرانيين عن اعتقال قوات أمنية بزي مدني في جامعة طهران لعدد من الطلاب مساء الاثنين الماضي في سيارات إسعاف. وبعد عودة الإنترنت في إيران تدريجياً، اليوم توالى تحميل فيديوهات جديدة على مواقع التواصل حول الاحتجاجات التي عمت معظم أنحاء البلاد. بوليس